أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم بروضة الشهداء بسجومي على موكب إحياء عيد الشهداء في ذكرها 83، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء وتلف تفاتيح الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة. وأدى رئيس الجمهورية إثر ذلك تحية العلم على أنغام النشيد الوطني. وتم بالمناسبة إطلاق 3 طلقات مدفعية خلال هذا الموكب الذي حضره كل من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي ووالي تونس أشادلي بوعلاق ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش. الصورة صدرت في جريدة الشباب دون السعر في راس المرض، ولك الطبيب يتحدث أو يتوجه إلى الصيدلي حضر لها هذا الدواء وهي تبرأ بإذن الله. فأما الدواء فهو برلمان وطني محترم ووزارة كاملة مسؤولة، فكأن الأمر يتعلق أيضا بحالنا اليوم. وكان رئيس الجمهورية تحول قبل ذلك إلى مقبرة برج سدرية بالضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث تلا فاتحة الكتاب على روح شهيد الثورة محمد الحنشي ووضع على قبره إكليلا من الزهور قبل أن يتحول إلى منزل عائلته، على اعتبار أن عيد الشهداء هو عيد كل شهداء هذا الوطن الذين سقطوا من أجل الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.